مشاهدينا الكرام، والآن ينضم إلينا من الخزر في المحور الشرقي لمدينة الموصل المراسل الحرة يوسف المندلاوي. يوسف، ما هي أبرز التطورات حيث أنت؟ نعم زينة، مساء الخير لك وللمشاهدين. بالفعل اليوم كانت هناك تطورات كبيرة على الساحة الساحلية اليمنى لمدينة الموصل. هناك معارك عنيفة قادتها قوات مكافحة الإرهاب عبر محورين. اليوم أحد القادة في جهاز مكافحة الإرهاب وهو القائد معن السعدي قال أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وصلت تقاتل في قلب مدينة الموصل، يعني أن هناك قتال عنيف يجري الآن في المحور الشرقي. اليوم قوات مكافحة الإرهاب هاجمت عبر محورين، استطاعت أن تحرر حي السكر وحي البلديات. هذان الحيان يعني أنهم أن قوات مكافحة الإرهاب مع الشرطة الاتحادية سيصلون قريبا أو وصلوا إلى الجسر الرابع، وهذا يعني أنه هذا انتصار يعني لامع للقوات العراقية في هذا المحور. تم تكبيد عناصر داعش بحسب مصادر عسكرية، ما لا يقل عن 40 من عناصر داعش قتلوا ودمرت لهم السيارات ودمرت لهم العجلات. أيضا كان هناك يعني قصف واضح من قبل طيران الجيش وطيران التحالف الدولي، أدى هذا القصف إلى تدمير الكثير من معدات عناصر داعش. وأيضا اليوم الشرطة الاتحادية عبر الشمال الشرقي للمدينة تمكنت من تحرير حيي دوميز وفلسطين بعد أن كان هناك قتال منذ يوم أمس في هذه الأحياء. كان هناك رفع العلم العراقي فوق هذين بنايات هذين الحيين. مصادر في الشرطة الاتحادية أكدت أن هذا النصر يعتبر نصر كبير خلال هذه الأيام، نصر لافت يعني وسريع في هذه الأحياء. يعني الساحل الشرقي ربما سينتهي العمل العسكري في هذه المنطقة خلال الأيام المقبلة. أيضا كان هناك اليوم تصريح لجهات إغاثية أكدت أن يعني هناك أعداد كبيرة من النازحين. هذين اليومين ازدادت الأعداد بشكل لافت، يعني كان هناك ما لا يقل عن كان هناك 150 ألف منذ بداية عمليات قادمون يا نينوى ومن المرحلة الأولى، الآن أصبح العدد يتجاوز 170 ألف. هذا يعني يؤدي إلى يعني مشاكل كثيرة للنازحين، وربما يعني لابد من فتح مراكز أو مخيمات جديدة لإيواء هؤلاء النازحين وهذه الأعداد الكبيرة. نعم زين. نعم، أشكرك على هذه المعلومات. كنت معنا من الخزر من المحور الشرقي تحديدا لمدينة الموصل مراسل الحرة يوسف المندلاوي. توخى الحذر.